اليوم ترقب المواطن البغدادي تصريح السيد وزير التجارة الجديد في حكومة السيد السوداني وعن النوعية التي ستوزع بها الحصة التموينية، وهنالك انتظار لهذا التوزيع وأيضا ترقب لما سيحدث بالواقع المعاشي في العاصمة بغداد. السلام عليكم حجي. السلام ورحمة الله. طبعا احنا برنامج استوديو التاسعة. نعم. وياك ايضا الزميل انور الحمداني. نعم. لأن انت مباشر على. نعم. اليوم وزير التجارة صرح انه حيصير يعني ترقب على السوق، تغير نوعي بالبطاقة التموينية وتغير نوعي بالبطاقة التموينية مفرداتها. شنو رأيكم بهذا القرار مال وزير التجارة؟ والله ما أدري هذا القرار يعني ولا سامعه. نعم. هاي إجراءات اليوم بدت بها وزارة التجارة، يعني رأيكم بها اليوم؟ وزعون حصة إضافية؟ إضافية. نعم. ما يوزعون حصة، خلي نسلم على الحصة الثابتة. نعم. هسه لا اكو اجراءات قويه يعني بانه اضافه حصص بالمواد التموينيه بالغذائيه. انتم اليوم كشارع بغدادي ترحبون بهيك فكره؟ اليوم المواد الغذائيه ما تكفينا احنا كمواطنين. علواء. نعم. يعني واحد يعيش الفقير وهذا يعني علواء، لكن وين هي؟ يعني صحيح هذا اكو شيء الخبر هذا؟ نعم. ما ادري يعني تترقبون هذا الشيء وتنتظروا انتم كاهالي منطقه الفضل اليوم منطقه فقيره بغداد؟ والله احنا ما ترقبنا الترقب هذا. يعني احنا امنا بالله احنا. اكو شغل هسه حاليا بوزاره التجاره وباقي الوزارات تقديم الخدمه للمواطن، مع هذا العمل انتم؟ احنا هسه احنا مشايفين ولا شفنا. أي. لا غنم ولا بعروق. انت يقول ما شفت غنم ولا شفت بعروق. نعم. انت غير نشوف احنا في شيء ملموس. نعم. ها؟ شوف شيء ملموس وهذا ونقول بالله صحيح. اذا احنا ما شايفين كل شيء. نعم. ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم انت كمواطن بغدادي ما تكفيك الحصة التموينية. نعم. اكو قرارات واجراءات جديدة بزيادة المواد الغذائية. نعم. كأهالي منطقة الفضل شلون تستقبلون هذا هاي الاجراءات؟ والله الاجراءات هاي يعني روتينية شلون ما تقول، يعني كل هسه الحصة التموينية شهر تستلم وشهر ما تستلم. يعني ماكو مصداقية بالكلام وبال. اذا اكو هيك اجراءات ترحبون بها؟ طبعا ترحب. الانسان الفقير يعيش على الحصة، على الكذا، على الزيت، على مفردات البطاقة التموينية فيعيش. نعم. اي تمام. خلينا نشوف الحجي. السلام عليكم حجي. اكو اجراءات جديدة لوزارة التجارة بزيادة الحصة التموينية، وايضا اليوم هاي الاجراءات نزلت صاعقة على رؤوس التجار اللي يعني خلال الايام الماضية رفعوا الاسعار. شلون تستقبلون هاي الاجراءات؟ ترحبون بها؟ والله احنا ان شاء الله نرحب بها ونرحب بكل شيء يجي خير للمواطنين ان شاء الله. نسعى للافضل ان شاء الله. اليوم اذا زادت مفردات البطاقه التموينيه انت شنو شغلك؟ والله هذه امنيه الناس، اهم شيء راحه الناس يعني بصراحه. اهم شيء راحه المواطنين يعني. وهذا المبتغى يعني بصراحه. ان شاء الله خير. استاذ انور خلي نسال، هنا اكو فرن للصمون. أنا أقول الطحين شلون أسعار الطحين؟ زودكم وزارة التجارة لو يجيبوه من جهات خاصة بس إنه إيه. وبيش الصمون؟ تمام. بعد 10,000 لو. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ الصمون إيش قد بألف؟ 8,000. مو بعشرة. 8,000. زين هذا الصمون أنتم من تجيبوه؟ زود من وزارة التجارة لو تشتروه؟ نشتري. طحين. الطحين اي احنا نشتري طحين. بيش تشترون الكيس؟ والله ما اعرف يعني ب 47.5 شيء. 47.5. وزارة التجارة ما تزود. اذا اكو اجراءات من وزارة التجارة ما تزودهم وزارة التجارة بالطحين؟ والله ما اعرف النايل ولد الادارة يعني ما اعرف هاي السؤال. انطي السماعة، اعطي له بالادارة. اعطي له بالادارة، خليه يحكي وياك. اعطي السماعة متفضل. هذا استاذ انور الحمداني اخوي العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم اخوي العزيز. السلام عليكم حبيبي. أريد أسألك، أنتم فرن خاص يعني الطحين على حسابكم؟ الدولة ما تزودكم وزارة التجارة بالطحين؟ الدولة كل شيء ما تنطينا، هاي كلها على حسابنا الخاص. الدولة شو تنطينا؟ كل شيء ما تنطينا. هي الحصة مالتها مال النفط ما تكفي، احنا نشتري مشتراه. حصة النفط تشترونها لو لكم حصة يعني لكم كربونات وتشترون فوقها لو شلون؟ عندنا كربونات بس ما تكفي، قليلة كلش. طيب شنو يعني وزارة التجارة نهائيا ما تزود اي فرن بالطحين؟ تزود كل شيء. ما تزودنا على الكربون مالتنا
والحصة مالنا فت خلاص. الطحين احنا نشتري وتدري انت بعد يجور عمال وهاي كلها براسنا. وبيش تشترون كيس طحين؟ اذا اكو اجراءات كيس جديده. طحين بيش تشترون؟ اذا اكو اجراءات، اذا اكو اجراءات جديده. والله ما شرط يومية صاعد نازل. يعني ليش المعدل تشترون؟ هسه الوراك وصل لل 50 ونزل. شنو صنعت هذا الوراك؟ الوراك شنو هذا الطحين؟ هذا تركي، كله تركي. كله تركي، على مود العراقي ما يشتغل يمنا. ليش ما يشتغل العراقي؟ بعد سيال؟ العراقي بعد سيال ما يشتغل. ايه طبعا شيء اكيد هو بالمخبز. هو ابو الخبز ما يشتغل، تريد احنا التركي نشتغل، ابو الصمون يشتغل العراقي. وش قد ايش قد جاي تخبط وياه ابيض؟ طحين ابيض ايش قد تخبط وياه؟ صفر. هو يجي صفر كله. كله يجي صفر، يعني هسه طحينك كله صفر. مو تقول مال حصه. ايه كله. ليش؟ يعني ابو كله صفر. الصمونه بالله شوف الصمونه، شوف الصمونه حجمها صغير لو كبير. بشوف الصمونه، شوف بالله ارفع الصمونه بيدك. صمونة انس الصمونه. انس ارفعها بيدك، شلون الصمونه؟ هاي استاذ انور الصمونه، يعني وسط حجلات كبيره ولا صغيره. احنا كنا نبيع 10,000 بس من غير الطحين. اي سويناها 8. كانت 10,000 هسه 8 8. تدري الطحين صعد وهاي. تمام هسه 8,000. بارك الله بك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. انس بعد ايش عندك؟ يلا انس. اي الشكر للاخر، شكرا، حياك الله. خلينا نشوف الحج. السلام عليكم. يا حج، اكو اجراءات جديده من قبل وزاره التجاره اليوم انتم منطقه الفضل، يعني هاي الاجراءات نزلت صاعقه على على رؤوس التجار المحتكرين. هاي الاجراءات مع المواطن ترحبون بها؟ والله يعني احنا نريد من يكون هسه ماكو يكون زياده، يعني هسه زياده الحصه، يعني الكميه مثلا او الجقد مثلا هي 7 تصير 9 أكثر. يعني يكون اكيد ان شاء الله، يعني انا اقول ان شاء الله يصير اكثر. واهدي تحياتي للبطل انور الحمداني. خادمكم، خادمكم البطل، يعني البطل صدق، يعني الاعلامي البطل المحنك البطل. خادمكم، زين خادمكم، اهلي احنا نحبه. وهذه انتم اهلي، الله يساعدك، انتم اهلي يا عيني يا ورد. خادمكم يا ورد يا بطل يا انور الحمداني، يعني والله العظيم يومية تاني الوقت على ما تطلع. يلا الله يعزك، والله العظيم زين اشكرك. بارك الله. احنا بالنسبه لي ذني ماكو المفردات اللي هاي جديد. ان شاء الله اغاتي عيني ان شاء الله. عيني يا ورد يا اغاتي، حياك الله، شكرا. احنا ذني ماكو الكميه تصير زياده، يكون يقدرون يقولون يعني فلان شيء فلان شيء فلان شيء الحاجات تطلع. تمام صح، يصير يعني المواد اللي زادوها فلان شيء فلان شيء. يعني شو هسه احنا ما